انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية بالبحر الأحمر، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة تخصصات طبية بالإضافة إلى صيدلية متنقلة ومعمل لتحاليل الدم وقسم للأشعة، حيث يتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. بيتم تقديم الخدمة الطبية وأيضا تقديم العلاج لكل المرضى، وأيضا يشمل معنا أيضا تثقيف خدمة التثقيف الصحي، وكذلك خدمة المعمل والعيادات والنساء، جراحة صدر جلدية، كل معظم التخصصات المتوفرة موجودة معنا. أيضا مع جهاز الأشعة المتنقل بيخدم تخصصات ليها علاقة بالصدر والبطنة والجراحة والعظام. بيتوفد عنها خلال القافلة من 18 ل 20 حالة. بتستطيع القافلة أنها توفر كل الاحتياجات اللي بتحتاجها المريض بالمجان تماما، من حيث علاج، من حيث تشخيص، من حيث أي، في كل التخصصات.